متابعي ومحبي برنامج فروسية، هذه المرة حلقتنا راح تكون من المغرب. طبعا احنا غطينا معرض الفرس بالجديدة اللي شاركت فيه أكثر من دولة، وكانت من ضمنهم السعودية اللي شاركت منها مربط الخالدية ومربط عدبة، ومن الإمارات شارك مربط عجمان ودبي. إذا حابين تعرفوا إيش معانا أكثر في حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نشوف العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون الدورة الثامنة لمعرض الفرس الدولي بالجديدة، بوابة للتواصل بين الماضي والحاضر. مشاعل الخالدية تتوشح بالذهب وغزالة الخالدية تحاكيها. مربط عجمان يخطف ذهب شوط الفحول بأولى مشاركاته. مربط دبي للخيول العربية الأصيلة والذهب على مرتين. التبريدة فنون شعبية ترسم لوحات استعراضية. المصور السعودي يوسف الدبيسي عدسة أبرزت جمال الخيل. معرض الفرس بالجديدة لعام 2015 ودورته الثامنة ضم أروقة. الأروقة اللي كانت موجودة في منها تتكلم عن مستلزمات الخيل، وفي منها تتكلم عن أدوية الخيل، وفي قسم منها يتحدث عن التراث المغربي اللي هي الفنون الشعبية والفنون الملكية والعسكرية. إذا حابين تشوفوا أكثر المعرض وتعرفوا معلومات أكثر عنه، خلينا نشوفه سوا في التقرير القادم. بلغة التراث نسجت حكاية العشق للخيل في أرض المملكة العربية المغربية قصص ولوحات وعروض خطفت قلوب الحاضرين في مختلف أروقة معرض الفرس الدولي في الجديدة بدورته الثامنة على شاطئ المحيط الأطلسي، بمشاركة كبيرة من العارضين اللي تمثلوا من 38 دولة. ويعد معرض الفرس بمدينة الجديدة المغربية لقاء مفتوحا للفروسية وما يرتبط بها من رياضات وحرف وفنون تتعلق بالخيول التي تحتل من نفوس المغاربة منزلة رفيعة وتستقطب جماهيرا من مختلف الفئات العمرية وتحظى برعاية خاصة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتضمن المعرض عدة فضاءات كفضاء الحرفيين وفضاء المربيين وأيضا فضاء المساندين والفضاء التجاري التي تزينت بإكسسوارات الخيل الحديثة والتراثية وبتصاميم مختلفة من الأزياء واللوحات التشكيلية التي جسدت جمال الخيل وعبرت عن مدى ارتباط الإنسان العربي بهذا الكائن الساحر. وتمكن الزوار من اكتشاف مختلف أنواع الخيول فضلا عن إقامة أروقة بالمعرض مختصة في حرف الخيل تتخلل أنشطة فنية وثقافية وترفيهية. وتميز برنامج الدورة الثامنة بإقامة البطولة الدولية للخيول البربرية والبطولة الوطنية للخيول العربية البربرية والمباراة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة صنف ألف،
وأخيراً فإن إقامة مثل هذه المعارض الموجهة لجميع فئات الجمهور سواء كانوا مهنيين أو هواة أو مبتدئين يعد برنامجاً غنياً مليئاً بالإثارة ومفعماً بالتنوع في عالم الخيل والفروسية. كيف تشوف مشاركة الناس وإقبالهم من إقبال الناس على المعرض؟ سنة على سنة الناس بتفرح وبتزيد في الحاجات بتاعهم وتزيد في الزينة بتاع الإسطبلات وبتاع الستوند بتاعهم هنا في المعرض. أنتوا شايفين إنه الناس ممكن تتقرب أكثر من عالم الخيل والفروسية؟ هي الفروسية بحد ذاتها تراث مغربي أصيل. والفرس اللي حبيتي تيحبك، وإحنا بنحب الفرسانة. أنا أبوي الله يرحمه كان يعمل الفروسية تبريضة، نقول إحنا هنا في المغرب. ولما مات الوالد بتاعي سنة 2010 أنا بديت أعمل إلفاج، يعني توليد. عندي خيول عربية بربرية وخيول بربرية، أيوة، عندي في المزرعة تاعي في نواحي مدينة دار البيضاء. عبد الرزاق، إذا عندك علم كم عدد المشاركين اللي موجودين في المعرض؟ المعرض كان 960 عارض، والسنة المقبلة إن شاء الله غيكون أكثر. أيوة. كلهم بيعرضوا شغلات مختلفة فقط عن التراث المغربي ولا عن التراث الفروسية كله بشكل عام؟ في التراث المغربي، في كين الناس حتى من الخارج، كين فرنسا، بريطانيا، الضيف الشرف ديال هاد السنة هما البرتغال، كين قطر، كين الإمارات، كل الدول العالم تحضر هنا، السعودية. أيضا تواجد كبير لبطولات الجمال في معرض الفرس اللي قلنا لكم عنه في دورته الثامنة. طبعا مشاهدينا، هذه بطولات الجمال شاركت فيها اسطبلات مختلفة من دول عربية وغيره. كان في هناك حضور كبير للسعودية ودولة الإمارات وقطر والبلدان المشاركة. طبعا كل اسطبل مثل الخالدية شاركت بأربع روس، أما اسطبل عجمان ست روس، والجزيرة اللي هي في أبوظبي اسطبلات الجزيرة كانت أول مشاركة إلها. خلينا نشوف مشاهدينا كيف كانت أجواء هذه البطولة في التقرير القادم. منافسات مسابقات جمال الخيل العربي الأصيل المصنفة حسب أنظمة وقوانين ومنظمة الإيكاهو فئة ألف، التي أقيمت في مدينة الجديدة بالمملكة المغربية ضمن فعاليات معرض الفرس الدولي بدورته الثامنة، حيث شهدت منافسات قوية بين مختلف المرابط الكبرى الخليجية والأوروبية والمغربية، وجاءت النتائج على النحو التالي. في مسابقات المهرات عمر سنة واحدة فاز بالذهب مربط دبي للخيول العربية الأصيلة عبر المهرة دي ماما، بينما حلت ثانيا المهرة دي مليكة من نفس المربط، ليكون البرونز من نصيب المهرة مدينة سلمان للمغرب.
أما في فئة 3 سنوات فقد توشحت بالذهب مشاعل الخالدية العائدة للصبلات الخالدية، بينما كانت الفضة من نصيب عين جيم ريدة لمربط عجمان لتحتل ثالثا بالجائزة البرونزية لطيفة عذبة لمربط عذبة. وعادت المملكة العربية السعودية للذهب مجددا من مسابقات الأفراس عندما خطفت المركز الأول غزالة الخالدية لاسطبلات الخالدية، بينما حلت ثانيا الفرس كلاريزما العائدة لمربط الجزيرة في الإمارات. أما المركز الثالث فكان من نصيب الفرس ماجيك كاميليا من إيطاليا. أستاذ متعب الشمري، طبعاً ذهبيتين ما شاء الله، مشاعل وغزالة الخالدية. طبعاً مو مستغرب على الخالدية. بهالمناسبة بارك لسيدي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مالك اسطبلات الخالدية الداعم الكبير ومادياً ومعنوياً لتواجد الخالدية اللي طبعاً هي تمثل المملكة العربية السعودية، لا غرابة في ذلك. الخالدية اليوم تحقق بنتاجها وكانت سباقة أيضاً في تحقيق كأس العالم مثل ما ذكرنا، ليان الخالدية فخر الإنتاج المحلي 2007، واليوم الخالدية تقول أنا طبعا موجودة على قمة الهرم وإن شاء الله دائما بإذن الله تعالى. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا معانا حصل مربط عجمان على الفضية، ومعانا أستاذ خالد العمري بده يكلمنا أكثر عن الذهب عن الفضية. والله هاي بطولة نعتز فيها، خذ المركز الأول خذوا مربط الخالدية، هذا بعد شرف لنا احنا نكون في المركز الثاني معاهم. البطولة قوية مثل ما شفتوا، وأول سنة احنا نشارك في هالبطولة، النتيجة الحمد لله مرضية يعني. ما شاء الله خالد، بكم رأس شاركتوا؟ احنا كبداية أول مرة شاركنا بثلاثة رؤوس، والموسم الجاي إن شاء الله بتكون مشاركة أكبر بإذن الله. في شوط أمهر عمر سنة حقق المهر ديساري من مربط دبي للخيول العربية الأصيلة ذهب هذا الشوط، بينما حل ثانيا بالفضة المهر دي قصورة لنفس المربط، ليكون ثالثا المهر جوين أصلال من فرنسا. معنا عبد العزيز المرزوقي من مربط دبي، طبعا كان لهم مشاركة في معرض الفرس بالجديدة في المغرب وشاركوا بست رؤوس. خلينا نعرف أكثر من عبد العزيز عن مشاركتهم وعن الذهبيتين والفضيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل لله سبحانه وتعالى، شاركنا بستة رؤوس من الإمارات، توفقنا الحمد لله بفئات اليوم الأول في التصفيات، خذنا بالمهرات الأول والثاني في الفئة، وفي المهور الأول والثاني كذلك. في المهور لله خذنا في اليرلينجز العمر السنة خذنا الأول مرتين في فئتين، وخذنا الثاني في عمر سنتين للمهرات، وخذنا الاول في عمر خذنا الثاني عمر سنتين للمهور. الحمد لله في البطوله اليوم توفقنا، خذنا ذهبيتين وفضيتين بالخيل اهلت امس، والحمد لله الفحل والافراس كلها من الحمد لله في مربط دبي، والخيل من انتاج مربط دبي، وهذه الاستراتيجيه اللي رسمناها من الاول ان نشارك الانتاج المحلي. كم فرس وكم مهر، كم مهرة كم فحل؟ كلهم ستة، 3 مهور و3 مهرات. وفي منافسة الأمهار عمر 3 سنوات فاز بالمركز الأول المهر عين جيم مرزان من مربط عجمان، بينما حل ثانيا المهر لماح عذبة من الحريسة الملكية للمملكة المغربية.
أما المركز الثالث فقد كان من نصيب المهر شادي الخالدية لإسطبلات الخالدية. وفي شوط الفحول استطاع الفحل مفمس العائد لمربط عجمان خطف ذهب هذا الشوط، بينما كانت الفضة من نصيب الفحل سلام من الصحراء لإسطبلات الخالدية، بينما حقق البرونز الفحل وزير الشقب من دولة قطر. جولتنا مشاهدينا في بلاد الكرم والطيب بعدها ما انتهت، خليكم معنا ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل تتابعون التبريدة، فنون شعبية ترسم لوحات استعراضية. في تواجد كبير للفنون الشعبية في معرض الفرس، وكان من ضمنها التبريدة. احنا لما شفناهم في الميدان شفناهم بيغيروا الملابس، شفنا اطلاق نار في السماء واطلاق نار في الارض. هذه الفنون الشعبية طبعا لها اسباب لتغيير الملابس ولها اسباب لاطلاق النار. اذا حابين تعرفوا اكثر عن التبريدة خلينا نشوف سوا اللقاء القادم والتقرير القادم ايضا. عدد من الفرسان الموشحين باللباس التقليدي المغربي وبنادق محشوة بالبارود فوق صهوة الجياد المزينة بالزينة الشعبية والتراثية التي تدل على البلد التي جاءوا منها، يركضون في صفوف متراصة وبخطوات واحدة ليطلقوا البارود باستعراض يحبس الأنفاس ويخطف العيون. إنه هو فن التبريدة. وترجع فنون الفروسية المغربية التقليدية أو التبريدة إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتعود تسميتها نسبة إلى البارود الذي يطلق من البنادق أثناء الاستعراض، وهي عبارة عن مجموعة من الطقوس الاحتفالية المؤسسة على أصول وقواعد عريقة جدا في أغلب المناطق المغربية وخصوصا في المناطق ذات الطابع البدوي. وتمثل هذه الوصلات الفنية المغرقة في الرمزية اختزالا للطقوس الكرفانالية والفلكلورية لدى المغاربة التي ينسجم فيها اللباس مع الغناء والرقص والفروسية في سياق متناغم. وتشكل التبريدة جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل الذي يعد الذاكرة الشعبية ويحييها. وضمن استعراضاتها لا تستطيع فرق الخيال البواردية العمل دون أن تصاحبها أزاهيج شعبية وإيقاعات تراثية هي عناصر متلازمة في كل الحفلات العمومية والمواسم والمهرجانات الشعبية. طبعاً مشاهدينا معنا خشان عبد الله، هو الأمين المالي للجمعية الإقليمية للفروسية. طبعاً خشان راح يخبرنا أكثر عن فروسية التبريدة، وراح يخبرنا كيف تم توارث هذا النوع من الفروسية وكيف بيحافظوا عليها. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ خشان عبد الله. شكراً وألف شكر، وأشكركم على هذه
التقديم اللي قدمته لنا غنتكلموا على جميع الفروسية. هذه هي هواية وراثية من أب عن جد، وهي هواية شريفة. الفروسية هواية شريفة وهي هواية وراثية من أب عن جد، وهذه يجب علينا المحافظة على هذه التراث الأصيلة. هي تراث أصيلة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وذكرها الله سبحانه وذكرها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، والقرآن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الخيل تسمى الخيل المسومة، خيل المسومة والأنعام، هي احنا تنحافظوا عليها، تنحافظوا على التراث لأن ورثناها من آب عن جد. احنا شفنا في الميدان الفرق كثيرة ومتنوعة، طبعا كل فرقة كيف يتنافسوا بين بعض؟ هاد الفرق كل ناحية كل جهة جات منها فرقة، وكل فرقة عندها اللعب ديالها الخاص واللبس الخاص. كاين الزي التقليدي الجلابة والسلام، كما قالوا سادتنا الأولين أكلام واش من كلام، كيعجبك مول عود لك لابس الجلابة والسلام. ليش يضربوا مرة بارود فوق ومرة بارود تحت؟ كله طبعه، كله كيفاش الزي ديالو، كله كيفاش يبغي يدير. كاين اللي كيرفع المكحلة بحال ما هو، كاين اللي جايب حاطه على كتافه. يعني كل واحد حسب عاداته وتقاليده والمدينة اللي جاي منها، صحيح؟ كل واحد عنده التقليد ديالو والعادة ديالو. شتيته في اللبس، كله واللبس ديالو. صح. واحد كيدير لك غير فوقية، واحد جلابة وسلام والقب ما يحيدوش، واحد يدير على الشد بحال ما هو. واليوم راه ولا كل واحد يدير كيبغي. هي العلفة خاصها غير تكون فيها الحركة موحدة. يا روال والو، العلفة تكون الحركة عندها موحدة. لا هزينا المكحلة نهزوها في خطرة. هو اللي يفوز اللي يضرب الرصاص مرة واحدة ومشيتهم مرة واحدة، هذا يفوز. يدرج مزيان ويدرج الخيل مزيان ويضرب الضربة ويفوز بالضربة مزيان. طيب الحين كل منطقة، كل فرقة جاية من منطقة، في من مراكش، في من فاس، في من كازابلانكا، كل من الشاوية، الرباط، طنجة، تطوان، كل منطقة تضرب الرصاص بطريقة؟ منطقة جايبة من عدة ألفة تمثل الإقليم ديالها. طبعا مشاهدينا هذه المعلومات اللي أعطانا إياها خشان عبد الله اللي هو مسؤول عن هذه التنظيمات الفروسية الفنون الشعبية المغربية. طبعا كل فرقة تطلق النار بطريقتها، في اللي يطلق نار على الأرض وفي يطلق النار في السماء. طبعا هذه ترجع لكل فرقة لأي مدينة هي جاية منها، حتى بطريقة اللبس. طبعا مشاهدينا هي فنون جدا ممتعة ومرعبة بنفس الوقت. طبعا هذا نوع من الفنون يحتاج له فارس، مو بس فارس، فارس قلبه قوي لأنه ماسك سلاح وراكب خيل، وفي التصاق كثير بين الخيول، فهذه صراحة يحتاج لها سوبر خيال، مو خيال طبيعي. طبعا احنا بنشكر المغرب وبنشكرك أستاذ عبد الله الخشان على المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا مشاهدينا استمتعوا بالتقارير واستفادوا من المعلومات. شكرا. هذا الفن أو هذا التراث الشعبي المغربي بالخصوص هو وليد تاريخ مجيد للعرب. لما كانوا يحاربون فكان الفرسان يركبون الجياد ويأخذون السلاح في أيديهم للحرب، سواء للدفاع عن حوزة البلد أو للدفاع ضد معتدي، وبقي هذا الموروث نحتفي به ونربي عليه أبناءنا ونراه لنجسد ذلك التاريخ المجيد، ولكن بخصوصيات جهوية أو جغرافية أو ثقافية.
فلهذا ترى الخيام تختلف. نعم، وكل خيمة تمثل منطقة من مناطق المغرب أو جهة من جهات المغرب، وكل جهة لها خصوصيات. فهناك جهات لها أصل أمازيغي فلها موروث يتصل بثقافتها الأمازيغية، هناك جهات عربية فهي تقتبس هذا الموروث من تراثها ومن ذاكرتها العربية، وهكذا تختلف. فالاختلاف هناك في اللباس، هناك في الجياد، هناك في طريقة إخراج النار. فهناك مثلا أهل الصحراء وهم بلباسهم الأزرق فهم يخرجون النار في الأرض، ففي الصحراء العدو يكون في الرمل، ولهذا يخرجون النار في الرمل. شكرا لك أستاذ عبد الله، وإن شاء الله أتمنى الجمهور يكون استفاد من المعلومات، وعيوني راحوا من الرصاص. طبعا طبعا هو شعور يخوف مشاهدينا، ما بعرف، أنا أول مرة بالنسبة لي بشوف هذه الرقصة أو هذه الفنون الشعبية المغربية، هي بالفعل قوية جدا وفيها حماس كثير، وما شاء الله عليهم الفرسان كيف قادرين إنه يعودوا الخيل على صوت الرصاص، وعلى إنه والانسجام بين الخيول بيكونوا كثير قراب من بعض. طبعا نتمنى إني أنا أعرض لكم أكثر وأكثر، رح نشوف سوا مشاهدينا كيف يطلقوا النار وهم راكبين الخيل. خلينا سوا. أستاذ أحمد عبد الرازق، أنت موجود اليوم في معرض الفرس في الجديدة لبطولة الجمال، بدي تخبرني ليه مصر ما شاركت هذه السنة؟ الحقيقة مصر السنة دي لا تزال تخضع للحظر الأوروبي لتصدير الخيول، وده بيصعب عملية تنقل الخيول من مصر إلى خارجها، ولكن إن شاء الله السنة الجاية هيكون وجود مصر أساسي وهيكون ناجح إن شاء الله. طب أعطينا رأيك بشكل عام عن الدورة الثامنة لمعرض الفرس. الحقيقة أنا ليا الشرف أن أنا حضرت الثمان دورات، دي الدورة الثامنة، والحقيقة أنا شايف طفرة غير مسبوقة هائلة في الحصان العربي وفي حب الحصان العربي. والحقيقة المكان الجديد اللي بتقام فيه البطولة هو مكان إضافة لكل الخيول العربية على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم، والحقيقة أنا شايف أن البطولة دي هتكون أساس لمسابقات أكثر حدية وأكثر تنافس. الحقيقة احنا عندنا في السنة جمعية المربين اللي أنا برأسها بتقيم بأربع بطولات، بطولة في شهر 3 ودي بقى لها أكتر من 16 سنة، بطولة في شهر 5 ودي بقى لها أكتر من 4 سنين، وبطولة في شهر 10 بقى لها 4 سنين، وبطولة في شهر 12 وبقى لها أكتر من 5 سنين. احنا نسمع دائما أنه دائما الأوقات في مصر في بعض الأحيان بتكون متخربطة. لا تماما، بالعكس، هي كل المشكلة أن بيكون في ارتباطات بالنسبة للبطولات الخارجية، لكن احنا مواعيدنا محددينها وبقى لها سنين قائمة بهذا الميعاد، لكن هي كثرة المسابقات في مصر دلوقتي عملت في نوع من أنواع الضغط على المواعيد، بحيث أن احنا ننسق ما بين الدول العربية وننسق ما بين، لأن الموسم عندنا موجود على مدار السنة، يمكن احنا الوقت الوحيد اللي نقدرش نقيم فيه بطولة في شهر 7 وشهر 8، لكن احنا عندنا بطولة في شهر 5، عندنا بطولة في شهر 10. الحقيقة البطولات بامتداد السنة ممكن تتعمل في مصر، فاحنا مصر حاليا بيقام فيها 6 بطولات على مدار العام، ممكن يبقوا 8 بس صعب يبقوا 10. طبعا مشاهدينا، الماء والخضرة والوجه الحسن مو موجود مثل ما بتعرفوا، تعودت على خيول، تعودت على شقاوتها، ولكن المشكلة إن شاء الله بنعودها بالحلقات القادمة. طبعا مشاهدينا، حلقتنا بعدها ما انتهت، إذا حابين تشوفوا إيش ضل معانا من لقاءات ومن تقارير رح نشوفها سوا بعد الفاصل. بعد الفاصل تتابعون المصور السعودي يوسف البيسي، عدسة أبرزت جمال الخيل. We'll be right back.
مشاهدينا في حلقاتنا السابقة أنه تصوير الخيل أمر جداً صعب. اليوم معنا يوسف الدبيسي من السعودية، هذا مصور محترف وله زاوية خاصة فيه يأخذ منها الصورة. طبعاً يوسف أعطانا أسرار وما حب أنه يخبيها عن الجمهور وما حب أنه يخبيها عن زملاء المصورين حتى يستفيدوا منها. أسرار يوسف هي كيف تتعامل مع الخيل وكيف تهيئ الخيل للتصوير. إذا حابين تعرفوا أكثر عن مهارات يوسف خلينا نشوفه سوا في اللقاء القادم. من مدينة الجديدة في المغرب قابلنا يوسف الدبيسي المصور السعودي اللي خبرناكم عنه. أهلا وسهلا فيك يوسف معانا. أهلا وسهلا يا مرحبا في برنامج فروسية. طبعا يوسف أنت أفحمتنا صراحة بالصور اللي نشوفها لك على الانستغرام والصور اللي نشوفها طبعا بالجرائد السعودية والمجلات. ممكن أعرف متى بدأت تصور أو متى بدأت دخلت عالم التصوير؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وبرضى الوالدين الحمد لله. بديت تقريبا من 17 سنة في مجال التصوير. بداياتي كانت في وكالة الأنباء السعودية ومن بعد إلى الصحف ومنها الآن إلى صحيفة الحياة. طيب يوسف أنت الحين من أخبار لخيل، فرقت معاك طبعا لما بتكون بتصور أخبار أو اجتماعات أو كذا لما كنت في جريدة الأنباء السعودية، طبعا ميدانها مختلف تماما عن ميدان الخيل، فرقت معك في البدايه لما رحت على مسابقات الخيل؟ اولا اللي لفت انتباهي ولفتني للخيل الانجازات السعوديه صراحه اللي تشرف وترفع الراس. احنا ما شاء الله يوسف احنا طبعا متابعينك على حساباتك في السوشيال ميديا، انت شفنا لك تواجد في كره القدم كمان وشفنا لك تواجد، ولكن تواجدك الاكبر دائما في عالم الخيل. طبعا عندي سؤال صغير يوسف، كيف تتعامل مع الخيل عشان تعطيه أو تأخذ له أجمل صورة؟ أولاً قبل كيف تتعامل مع الخيل، أنا يعني ما أنكر مجهودات سمو سيدنا الأمير خالد بن سلطان اللي أعطانا الفرصة في تصوير أبطال العالم، داكارو، بانديروس، ماركيز، أبطال العالم، كل العالم تلتفت على صورة أنا التقطتها ويستخدمونها في أوروبا، في الخليج، فلقت صدى واسع. قيمة الخيل هذه العالمية ومكانتها تخلينا احنا نفتخر فيها ونفتخر بعلم بلادنا مرفوع دائما. سمو سيدي الامير خالد بن سلطان ما قصر علي انا شخصيا بالدعم، والامير فهد بن خالد ما قصر علي صراحة بالدعم اللوجستي وتوفير معدات التصوير، التوجيه، الدورات. اخوي متعب الشمري ما شاء الله عليه معي اول باول من 7 سنوات أو 8 سنوات يعلمني التفاصيل الصغيرة. بالنسبة لسؤالك عن تصوير جمال الخيل العربي، لما أصور صورة وأنقلها للناس مثلاً بجمالياته، يعني الناس مثلاً يقول لك الفحل العالمي ماركيز، في ناس كثير تجهل جماليات الخيل، إحنا كيف نبرزها؟ لما نجي نصورها في عدة أساليب وتحايل للفحل نفسه عشان ينتبه، ألفت انتباهه، يبرز رقبته، قوامه، كل شيء. طبعاً الأمور الحلوة في التصوير لما نجي نصور مثلاً الفحول نستخدم معها مثلاً المقود الطويل عشان الحركة الموفمنت، نجيب مثلاً مراية نحركه، نبي نحركه زيادة ونخليه يفتخر ويتباهى إنه فحل، نجيب فرس مثلاً
تمشي حوالينا، يقعد يستعرض، يطلع ابرز ما عنده. طبعا الزوايا تصوير الخيل تكون بروفايل معين، مش اي زاويه. في خيل يتميز بالرقبه، في خيل يتميز بظهره جميل، فلها زوايا معينه. ما تيجي مثلا فيس تو فيس، لازم تكون بروفايل ويكون راسه مثلا وفاتح، ما يكون مسكر. شفنا لك صور في اطهر بقعه على وجه الارض اللي هي في مكه، شفنا لك صور صور حجاج وصور حج، ما لقيت فيها صعوبة؟ أنا كنت أشوف الصور وكنت أحس إنه أنت مستمتع بالصور اللي قاعد تأخذها، لأنه ما شاء الله عليك أنت تأخذ صور من زاوية أخرى. يعني عادة الناس تأخذ الصور كلها، بعض الناس طبعاً بتصور على ستاند واحد، إنه خلاص هذا الكعبة مثلاً أو هذا الحرم تأخذ صورة، بس أنا كنت أشوفك تجي من زوايا مختلفة. أول شيء الأخوان ما يقصروا صراحة في شؤون الحرمين، يكون مخاطبات قبلها بأسبوع أو بشهر، ويسمحوا لنا في أوقات معينة. تعرف دخول الحرم مع المصلين والزحمة يلزم ترتيب كبير. الحمد لله هم متعاونين جدا، كل مصور عنده حس وعنده زاوية معينة. طالما لقى الفرصة ولقى التعاون من الناس، أنت بتاخذ راحتك أكثر في الصورة بزاوية مختلفة، ما تكون نفس الزوايا التقليدية. الحمد لله هي توافي. في ناس ما يعني في بعض التفاصيل ما تهمها، أنا لا والله بعد هالعمر على قولتهم التجربة، ودنا يعني أي صورة ننزلها محسوبة علي أنا باسمي. صح. طبعاً لازم تكون فيها شيء مميز. شكراً لك يوسف على وقتك الثمين اللي أعطيتنا إياه، وإحنا تعلمنا منك كمان شغلات جديدة بخصوص تصوير الخيل، وأتمنى أن المشاهدين يكونوا أيضاً استفادوا من هالمعلومات. شكراً لله. طبعاً وإحنا كمان مشاهدينا رح نعرض لكم بعض الصور اللي أخذ لنا إياها يوسف خلال جولتنا في المغرب في معرض الفرس الجديدة، وشكراً مرة ثانية لك. بس أنا في شغلة مهمة جداً، أشكرك أول شيء على ذوقك واحترامك للآخرين، واستمري على فكرة، أنت نشيطة جداً ولك قبول، أتمنى أنك ما توقفين في محطة معينة، استمري. الله يسلمك. شكراً. أشكرك لك. أشكرك. شكراً يوسف. الله يحفظك. مشاهدينا أثناء جولتنا في بطولة الجمال كان لنا عدة لقاءات مختلفة مع ملاك ومع مدراء مسؤولين عن مثل هذه البطولات. إذا حابين تعرفوا إيش قالوا لنا رأيهم في البطولة وإيش قالوا لنا رأيهم عن اختفاء بعض الدول اللي ما شاركت في بطولات الجمال، خلينا نسمع سوا لقاءاتهم. I've been here a couple of years ago, I think 6 years ago. For sure, this year it's very special because it has been opened this new property here, so this beautiful hall. And they've made really a great job here because it looks really like in the World Championship, for example, or wherever else. So it's really greatly done. And I think also the quality of the horses and the number of the horses just grow up from the past. So it's just great to be here. So that's nice. Alcalá de Yaque is for sure one of the most successful farms in Ekaho shows, which we really appreciate. You could see also in the previous class, they already won one class here. So it's always nice to see their horses everywhere. And it's amazing that they can also travel through around the world with their horses and just present the beauty of Arabian horses to other people. So, and for sure I would like to thanks to Alcalá de Yaque for their great support of all the shows where they are competing, because it's really great that they have an interest to support also international shows, not only in Saudi Arabia but also in the rest of the Europe and also in the rest of the world. So a big appreciation to them and good luck for them to the future shows. شكرا لروتانا خليجية على اهتمامها بالجواد العربي الأصيل. المشاركة السعودية ليست وليدة اللحظة، طبعا أنا أتكلم عن الخالدية، وهذا بتوجيهات من سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز على أنه الخالدية تشارك في جميع المهرجانات التي تحمل هذا الاسم. طبعا الخالدية هي شاركت من أول مهرجان وحققت نتائج، اليوم لا غرابة بأنها تحصل على المركز الأول. وطبعا السعودية لديها اهتمام كبير كون المملكة العربية السعودية هي منبع الجواد العربي الأصيل، ومن الأولى أن المملكة تكون قائدة في هذه المهرجانات. ولله الحمد هناك اهتمام كبير للمسؤولين وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجميع المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
لتقديم الجواد السعودي العربي الأصيل بالصورة المشرفة. ومثل ما تعرفين بأن الجزيرة العربية هي منبع الجواد العربي الأصيل. أستاذ الوافي، أهلا وسهلا فيك معنا في برنامجنا فروسية. طبعا حابين نعرف منك، بكونك رئيس جمعية سباق الخيل بمراكش، حابين نعرف مدى تطور سباقات الخيل في المغرب. اولا شكرا، تنشكر قناه روتانا خليجيه على الحضور تاع المملكه المغربيه، وارحب بكم بين ظهرانين اخوتي لكم في الدين والدنيا. بالنسبه لتطور خيول السباق في المغرب، ففي هذه السنوات الاخيره هناك تطور كبير فيما يخص الخيول العربيه الاصيله، وهذا ناتج عن الغلاف المالي الذي اصبحت تحظى به هذه السباقات. وكذلك هناك من خلال هذا المهرجان الذي أصبح الآن مهرجانا عالميا، وكما تشاهدون معنا هذه المباراة للخيول العربية الأصيلة، تواجد عدة مرابط دولية تشارك في هذا المهرجان. هناك إسطبلة الخالدية، هناك مربط عدبة، مربط دبي، عجمان، الجزيرة، وكذلك الحارسة الملكية لبوزنيقة. فمن خلال هذه المباريات ومن خلال هذا المعرض فهناك تطور كبير في هذه السباقات. دولة الإمارات مشاهدينا تعودت أنها تدعم كل شيء يخص الخيل، واليوم معنا خليفة النعيمي من مربط الأريام في أبوظبي، راح يخبرنا عن مشاركتهم ولكن بدون خيول. يا مرحبا أختي، نحن طبعا كأسطبل الأريام مشاركين بدعم معنوي للبطولة، ما شاركنا بخيول المرة هذه. نحن جايين نشارك إخواننا في دولة المغرب الشقيقة في إنجاح هذه البطولة. طبعا نحن هدفنا أن ننجح بطولة مسابقة الجمال الخيل العربي في كل الدول العربية والدول الأوروبية كذلك، حيث أينما وجدت الخيل العربية. خليفة، طبعا احنا عارفين إنتاج الأريام المميز، الإنتاج المحلي، تخبرنا عنه أكثر. طبعا توجيهات سمو الشيخ حمد بن زايد آل نهيان مثل حاكم المنطقة الغربية، دائما هو التركيز على الإنتاج المحلي وإنتاج الإسطبل بنفسه، فهذه الميزة اللي يتميز إسطبل الأريام، دائما نحن نشارك من إنتاجنا المحلي. والحمد لله قدرنا نفوز ونحقق نتائج قوية من إنتاجنا المحلي. طبعا حاليا مشاركاتنا تقتصر على البطولات المحلية، ولكن إن شاء الله الحين قدرنا أن ننتج أبطال، وإن شاء الله أن بنشارك في البطولات الدولية. الحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز. طبعا هذه أول مشاركة لنا احنا في المغرب، والله استغربنا من الجمهور، ما شاء الله حضور كبير، مستويات الخيل ما شاء الله جميلة، مستوى والبطولة مشرفة كانت لنا صراحة، والله وفقنا فيها وخذنا نصيبنا منها والحمد لله. ما شاء الله، بكم راس كنتم مشاركين في هذا المعرض؟ أنا بعثت من المربط عندي 2، أخذنا الثاني الحمد لله وخذت الرابع، وإن شاء الله السنة الجاية بيكون في دفعة ثانية إن شاء الله راح نبعثها. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى مشاهدينا أنكم تكونوا استمتعتوا بالجولة اللي أخذناها في معرض الفرس في مدينة الجديدة في المغرب. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا تعرفنا على الإرث المغربي، تعرفنا على التبريدة، وشفنا كيف بيشجعوا الأطفال على أنهم يتعلموا ركوب الخيل ويحبوا الخيل من خلال زيارات بعض المدارس لهذا المعرض، وشفنا مسابقات الجمال اللي كان في مشاركات كبيرة للدول العربية مثل السعودية والإمارات وغيرها، وفي منهم توجوا بالذهب، وإحنا دائماً نتمنى التوفيق للجميع، واللي ما حالف الحظ بالذهب إن شاء الله في البطولات الجاية. طبعاً مشاهدينا دائماً نذكر اللي ما قدر إنه يشوف حلقتنا يقدر إنه يشوفها على موقع اليوتيوب، تقدروا أيضاً إنكم تتواصلوا معنا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. هذه تحية مني لكم أنا أحلام العجارمة ومن ضفاف الأطلسي، وفي أمان الله.